متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالتوقعات الجوية في العاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يكون هناك ضباب خفيف متوقع أن يتشكل، أيضا 12 درجة مئوية فقط المسجلة، الملموس 11، الرطوبة 59%، أما سرعة الرياح تكون خفيفة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم الخميس، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، إربد 21 إلى 12، المفرق 24 إلى 12، جرش 22 إلى 12، عجلون 20 إلى 10. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالبلقاء 23 إلى 12، الزرقاء 24 إلى 14، عمان 20 إلى 12، مأدبة 23 إلى 11، البحر الميت 29 إلى 18. المنطقة الجنوبية الكرك 19 إلى 11، الطفيلة 20 إلى 11، الشوبك 18 إلى 11، معان 25 إلى 14، العقبة 29 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشة 28 إلى 15، الصفاوي 28 إلى 14، الأزرق 29 إلى 14. إلى اللقاء.